السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس اللي زاد عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. اعطوني اللايكات ديالكم اخوتي. قالوا لي الفران من كتدخلك العافيه؟ قال لي من فمي. وهذا الشيء اخوتي اللي وقع لشنيتيكا واللي غنسمعكم دابا. شنيتيكا نسات بدات تعترف لينا. شنيتيكا اعترفات بلا ما الحبل قنب، اعترفات بلا عصا بلا مخزن. اشنيتيكا اعترفات وخرجت لها كار يا خوتي، غتسمعوا الاعترافات ديالها. شتي ملي كنقول لكم شي حاجه كاينه راه كاينه، ما كاينش المصداقيه ثم المصداقيه. ولكن اخوتي اعطوني اللايكات ديالكم، بغيت اللايكات ديالكم. غنسمعكم مباشره مع شنيتيكا والاعترافات ديالها الصادمه. وطاقي ولي البقه واخت الديتوتي وافتخر كذلك. كلكم حاضرين مرحبا بكم اخوتي. سمعوا النفاق، سمعوا النفاق وسمعوا محبة المصلحة. الانسان اللي كيكون كيبغي يعاود مصلحته راه صعيبة. سمعوا ما كاينش، ماشي مشكل. ولكن نتوما باش تعقبكوا عليا واحد الحاجة ما شفتوها ما عرفتوها ما علمتوا عليها، حشومة عليكم الصراحة. ولكن الله يسامح كلكم ولادي، كلكم بناتي، الله يسامح. الله ينجينا قسما بالله، الله يسامح لكم. انا ربي شاهد عليا، راه الله اللي شاهد وعالم بالقلوب. ما كنعرف السحور ما شفتش السحور، ولكن هذا ماشي مبرر. الناس ما كيقولكش انا راني سحاره ولا قلت لكم هذا راه ماشي مبرر. راه ما قلتش لكم انا ماشي سحاره ولا يعني صحيحي. راه شنيتي كتعرفي تعرفي شنيتي كالفقيه ديال التوجدات. المهم غنكملوا غتسمعوا شي حوايج. والله الا الهربه، الهربه ايديسيون. واخا تكون سحاره تكون انا سحاره، داك الشيء كيعلم به الا الله سبحانه وتعالى. وانا الا سحرت لها يخلصني الله. وهذا الشيء كله انا ما كنعرفلوش، وحتى الا عرفت له علاش غنسحر لها. انا كما قلت لكم هي معايا مزيانه. الله اكبر، عاوديها الله يعطيك صحيحه. وعلاش طايحه؟ عاوديها الله يعطيك صحيحه. شنيتيكا وعلى صحيحه؟ لا شنيتيكا وعلاش طايحه؟ عاوديها الله يعطيك صحيحه. عاودي هذه القيطه، هذه نويطه زوينه شنيتيكا عندك. داك الشيء كيعلم به الا الله سبحانه وتعالى. وانا الا سحرت لها يخلصني الله. وهذا الشيء كله انا ما كنعرفلوش، وحتى الا عرفت له علاش غنسحر لها. انا كما قلت لكم هي معايا مزيانه. واش عيب الله هي معايا مزيانه وانا غنسحر لها؟ هذا راه الحمق. هذه انتم ما بغيتكم خصكم تفهموا هذه الهضره. الله يعطيك الصحه. قولي القاطع، واش نيتيكا؟ قولي هالماعز، قولي هالمنصات الجعواقات اللي قالوا لك سعاد كانت كتعدى عليك وسعاد ما كانتش معاك مزيانه. حنا كنقولي ما ودي سعاد راه كانت معاها مزيانه بصوت شنيتيكا. يقولكم لا سعاد مش عويده سعاد. وسمعوا الناس العقاله، سمعوا شنيتيكا مرات العقل. انا قلت لكم ما بيني وبينها حتى شي حاجه، كتكسيني كتشري لي ونقدر نسحر لها. الله اكبر، الله اكبر. شنيتيكا قلتي الحقيقه، كتكسيني كتصبطني كتشري لي. واش شفتوا ملي كنقول لكم سعاد مسكينه كانت كتفورني على هاد العائله، وكانت هازه هاد العائله كامله بشنيتيكا بكل شيء، بكبيرهم بصغيرهم بالشفره اللي كيشفروا لها بالمفرقع ديالهم بالمفرقعات ديالهم بكل شيء. شنيتيكا سمعوا انت في الثانويه عيرتني، تعايرنا ما كنا حتى شي حاجه، وهما العائله كلها الحمد لله شاهده. سعاد الله يعمر هذا. الله اكبر سعاد الله يعمرها. الله اكبر، الله اكبر. يا شنيتيكا وشحال عجبتيني، يا شنيتيكا وشحال عجبتيني بالاعترافات ديال اليوم. سعاد الله يعمرها، دار سعاد بنت الاصل. سعاد كتكسيك كتصبطك. نزيدو احنا الناس كانوا حاسديننا، حاسديننا على اللي حنا متفاهمين ومتباغيين وكذا، وما عندنا حتى شي مشكل. طوموبيلتها فين ما بغيت تديني كنمشي عند. الله اكبر، الله اكبر. ها سعاد ملي كانت كتدير الطوموبيل وكتوصلها سعاد وكتسخر بها سعاد المازوت من عندها وكلشي من عندها. ديك الساعه ما كاين لا يوتيوب لا والو، كتعرف هاد شنيتيكا. شنيتيكا كانت واكله شي حاجه هاد النهار، تعرفت وقيلا داو لها حبه قري قري قري. اودي يا شنيتيكا قري، هاتلي تلفتي الدري. امي الله يرحمها كتديني، كتقول له الراجل هاد يمك هاد الطوموبيل، انا نمشي غير في الطاكسي ماشي مشكل. ايوا سيري يعطيك الصحه، ايوا سيري يعطيك الصحه ويعطيك الصحيحه. قالت لك من سعاد كانت كتقول لبكريشه غير دي امك في الطوموبيل. شوفوا كتمشي خدامه كتمشي سعاد في الطاكسي وكتقول ليه غير هاد الطوموبيل ها هي ديالي، غير دي فيها الام ديالك. ملي اعترفت به شنيتيكا ما قالتو سعاد، هادشي قالها شنيتي كنمشي نتكا. وهنا راه كان عندها الخلاف مع سعاد وكانت كتعترف كتقرب لها الملحه. ونوض انا نسحر لها؟ هذا ما تدخلش العقل، ما تدخلش العقل، لا يعقل. رجلها كذلك، عندي معكم هضره بزاف على رجلها، ولكن من بعد شي ما نكونش ثقيله على قلوبكم دابا بزاف.
العدو يا اعترفي خفيفة. ولا جات على خاطركم المسامحة بعضياتنا، هادشي راكم غلطتوا في حقي بزاف. أيه راكم غلطتوا في حقي بزاف، ولكن الله يسامح لكم. من اعترف اليوم هادشي أنا ما قلت حتى شي حاجة، أنا قلت مرة هادشي اللي كتقولوا كيما سمعتوا أنا وما تخليش لعقلي. أيه كيما أنتم حتى حاجة، ولادها ولادي دائما معايا الحمد لله، ما بلاخ مع الله واكلين شاربين ناعسين مغطين، والا الحمد لله ولادي ماشي بالجميل. مو الدار هو هذا كما كتشوفوا دائما فرح بهم، لينا ولادنا ماشي هادشي كنقولوا حنا راح ندير فيهم الخير، راهم ولادنا مدمنا والحمنا وهي الله يهديها. هادشي ما نقول الله يهديها، حنا ما نرضوها ديرها حمقى ما رضينا حتى شي حاجه، هي اصلا الصراحه اللي كديرها ماشي هو هذاك. هاي هاي هي تيق بالشوافه ويتيق بهذاك الشيء كله وتقول لها انا كنطلب الله يسامح لها ويشافيها ويردها لوليداتها ويردها للصواب. وشكون عندها حنا شكون عندنا حنا من غير وليداتنا؟ علاش غادي نضيعوا هاد الاولاد؟ وكما قلت لكم نخلي الكلمه للمدير هو حتى هو شاهد على كل شيء من الاول للتالي. صافي هذا اعتراف ديال سنيتيكا راه ما قديمش بزاف، المهم هو قديم ولكن ماشي ديك القدوميه. خصنا حاجه قالوا لي المتابعين ياسين مره فكرهم في الارشيف. ياسين دير المجهود ديالك وبحث فيها في الارشيف وحط ليهم. كاين مقاطع عاوتاني ديال سنيتيكا كتضرب في السريعه، وكاين مقاطع ديال سنيتيكا كتضرب في السعاد من بعد ما شكرتها، باش تشوف ديال التناقض ديال هاد الناس والمصلحه ديالهم كيتبعوا المصلحه والادسنس. واش نتي كتعريتي اليوم؟ انتي مرات تبع على راسي وعينيا، ولكن الا الكذوب خارجه كتكلاسي في السعاد وكتعايري في السعاد اليوم ووليدي وقال لك شنيتي كسخطت على راجلها على ولدها. قالت ليها سخط هذا الظل الا شفتي الناموسه، ولا ما شفت الناموسه ما غاشوفش ولادو. واش نتي كتقولي ولادو ما ولادنا؟ ها بلا حشمه بلا حياه كتسخطي على ولدك يا المسخوطه يا مسخوطه امي. واش نتي كي يجي القصبه يجي نعواه باقا تسخطي على ولادك؟ انا باغا نتزوجوك وباغا نفرحو بك، انت عاد ما ولا فوق 10 والله يا شنيتيكا. الفلقه يا شنيتيكا. واحد الخبر اخوتي كذلك اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو، اللي هو علاش الاخت ديال طوز طوز وافتخر كتخرج وكتهاجمنا، وعلاش ولات كتهاجم سعاد بزاف. هذيك لان بكري هشام يمشيو عنده الزياره، هذيك بغا يكتب لها النصيب ديالو في الورد، حقه في الورد. بكري هشام غيخلي الاخت وغيخلي ديك هذيك اخت ديوتي وافتخر، داكشي راه شي خارجة صاعرة على السعاد زعما، وهادي وكدافع على خوها وداكشي طامعة في الورد. طمع مازال مكتبش لها هادشي، واعدة بداكشي. إوا كنتمنى السريعة تفيق من القلبة السريعة، رزق بنتك راه غادي يمشي. أنا قلتلك راه باغي كتبو لديك ختوا أفتاخي، وجدي راسك سعاد هاد المعلومات عندك تانتيا، نوضي توكلي وفي رزق ولادك. أفهمتو؟ واش تبقاو تخرجو تهاجمو السعاد نحط لكم مقاطع كتشكرو فيها. نفاق، انا شي واحد ما عنديش معاه. ماشي انا ملي كانت سعاد عندها القناه وكانت كتدعمكم وطامعين فيها، هذاك عبلو حتى هو ما كيحشمش. كان ديك الساعه سعاد لا سعاد اش بغيتي لا سعاد؟ غير مسكينه صافي وقع لها هاد المشكل وجات السريعه، وهذه بنادم تقلب بنادم نكر الخير. راه قال لك الغدار كيبقى غدار، وحق الله العظيم الانسان اللي كيكون عندك ظروف مزيانه عاد كيجي عندك، ولا تكون عندك المصلحه ديالو عاد كيجي عندك، هذاك ما تفرحش ليه. الانسان هو اللي يوقف معاك في السراء وفي الضراء، السراء وفي الضراء، لا من الصديق لا من العائله لا من الجيران لا من كلشي. اللي ما يوقفش معاك في الفرح وفي القرح ما تفرحش ليه. سعاد دابا طاحت الطيحه مسكينه، ماشي طاحت مسكينه مشاكل وهادشي، ولكن شوفوا اكيد ربي غادي ينصرا وغادي تنوض سعاد وغادي تقوى وتقف على رجليها وغادي توقفوا عليها نتوما. قال لك حق من داك تيجيبك، الحق من داني لك تيجيبك ليا، حق من داني لك تيجيبك ليا. يعني الظروف اللي داتني لك وحق غترجع حتى غادي واحد النهار ربي غيلاقيكم سعاد، ولا غادي سعاد دير معكم شي حاجه ولا شي وراق ولا شي حاجه وسعاد تعكس ليكم. معقول على كلامي؟ المهم اخوتي العزاز، هذا هو الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. تحياتي لكم اخوتي العزاز.